الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت مجلة سي اي او وورد الأمريكية إن راتب الموظف في العراق يحتل المرتبة العاشرة عربيا والمرتبة الثانية والستين عالميا من أصل 105 دول في التصنيف. وأضافت المجلة في تقرير لها عن واقع الأجور في العراق أن متوسط صافي الراتب الشهري للموظف في العراق بعد استقطاع الضريبة بلغ 583 دولاراً خلال عام 2022. وتغطي المجلة الأمريكية موضوعات من القيادة والابتكار إلى جانب الصحة والرفاهية والسفر المغير للحياة على مستوى العالم. أصدرت وزارة المالية في العراق حسابات الدولة لشهر حزيران الماضي، والذي أظهر أن مساهمة النفط في الموازنة ما زالت مرتفعة لتبلغ 96% لشهر الثالث على التوالي. وأرجع خبراء اقتصاديون الأمر لارتفاع أسعار النفط وتصفير الجمارك. وأوضحت البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شهر آب الجاري لحسابات شهر حزيران الماضي أن النفط لا يزال يشكل المورد الرئيس لموازنة العراق العامة، حيث بلغ 96%، وهي نفس النسبة لشهر أيار الماضي، ما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة العراق العامة. قالت شركة تسويق النفط العراقي سومو إن ضعف السيولة والتقلبات الشديدة في سوق العقود الآجلة للنفط تسبب في أن تكون الأسعار بعيدة عن أساسيات السوق. وأضافت الشركة أن العراق يرى أن تحالف أوبك بلس الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين آخرين من بينهم روسيا سيواصل مراقبة السوق وسيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في أسواق النفط. هذا وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد أكد على أن تحالف أوبك بلس يمتلك الأدوات اللازمة لمواجهة التحديات، ومن بين تلك الأدوات خفض الإنتاج. تراجعت واردات المملكة المتحدة البريطانية من مصادر الطاقة الروسية خلال شهر تموز الماضي إلى الصفر لأول مرة على الإطلاق، في ظل خطوات لندن لمنع استيراد الغاز الطبيعي والنفط من موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا. وأظهرت أرقام نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية أن واردات بريطانيا من مصادر الطاقة الروسية قد هبطت من مستوى شهري يبلغ نحو 589 مليون دولار حتى شهر شباط إلى الصفر في شهر تموز، وهي المرة الأولى منذ عام 1997، حيث كانت روسيا أكبر مورد للغاز للمملكة المتحدة. أعلنت وزارة الدفاع التركية أن 5 سفن محملة بالمنتجات الزراعية غادرت موانئ أوكرانيا. وأوضحت الوزارة أن 3 سفن شحن أبحرت من ميناء تشيرمونسوك واثنان من يوجني، مضيفة أن ممثلين عن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول سيفحصون 4 سفن شحن فارغة من المقرر أن تتجه إلى أوكرانيا لنقل الحبوب. هذا وكان مركز التنسيق المشترك في إسطنبول وافق الاثنين الماضي على إبحار 5 سفن محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام موجز بأمان الله.